اختلفت التوصيفات والنتيجة واحدة، دم مصري برصاص مصري وضحايا من كلا الجانبين أمنا ومعتصمين. هي مجزرة في بلد شقيق خلفت حسرة كبيرة في أوساط الشعب التونسي الذي حمل المسؤولية إلى الأطراف المختلفة تنديدا بالعنف. شيء معناها يحمم القلب، شيء معناها تصور رينيها لأول مرة راو معناها مخاخ مجدودة باليدين مسارة نتايحة في القاعة، معناها حتى لو كان دعم الشرعية ولا ضد الشرعية باش يوصل الشعب العربي والشعب المصري المناظر كما هذه واقتتال معناها بالدرجة هذه، بلاش بها السياسة وبلاش بها الحكومات وبلاش بها الكراسي هذه. حسرة كبيرة برشا على اللي قاعد يصير، ثم تحميل مسؤولية زاد الأطراف معينة ممكن تكون أخذت قرار المجزرة هذه. المعلومات بالضربة المحالة اللي قاعدين ناخذوا فيها تويك على مستوى وسائل الإعلام ولا على مستوى صفحات الفيسبوك، ثم معلومات تفيد اللي ثم استعمال معناها ممكن العنف المفرط من طرف قوات الجيش المصري، ثم اللي يقول اللي ثم مجموعة زادة كيف كيف على مستوى الرابع العدوية يقولوا ممكن يكونوا فيها أطراف مسلحة، ما نعرفوش الحقيقة وين، أما الأكيد والثابت اللي نرفضوا اللي قاعد يصير لخيانة في مصر ونتألموا برشا اللي قاعد يصير. أنا نشوف ضد الانقلاب، ضد المجزرة اللي ارتكبت في مصر، لأنه مهما كان هذوك بشر من حقهم الاعتصام ومن حقهم التظاهر ومن حقهم السلمي، التظاهر السلمي. مجزرة فظيعة اللي صارت في مصر هي تضارب مصالح ما بين حكومة كانت عندها شرعية وما بين واجب قام به السيسي اللي هو واجب نرى فيه صحيح باش ينقذ البلاد من الإرهاب. تخوف وأمل في أن لا تصل تونس أو أي بلد عربي آخر إلى مثل ما وصلت إليه مصر اليوم، ونداء للأطراف الفاعلة لاتخاذ القرارات اللازمة. كيف كيف جانب التخوف لا محالة، احنا في بلد ممكن يختلف تماما على التجاذبات السياسية السايرة في مصر، ان شاء الله ربي يحمي بلادنا، احنا ان شاء الله ما نوصلوش الشيء هذايا وان شاء الله ما نوصلوش سواء كان من طرف السلطة أو من طرف المجتمع المدني أو جميع الأطراف، معناها إن شاء الله تساهم باش ما نوصلوش للمستوى اللي وصلته مصر، ونأملوا من الأطراف الكل سواء كان على مستوى الدول العربية أو على مستوى المنظمة الدولية باش ياخذوا قرار حازم فيما يخص القاعدة يصير في مصر. فما فارق كبير بين تونس ومصر، مصر فيها 80 مليون، تونس فيها 12 مليون، ما تكونش نتفاهموا احنا. وجيش ما يحكمش، جيش جيش منضبط تعملوا بركبه، جيش منضبط يدافع كان على الحدود ولا على المؤسسات. وحتى هذوما الاخوان المسلمين في تونس ما نسميهمش اخوان، نسميهم اخواتنا، اخوانا اخواتنا، هم يصليوا واحنا نصليوا، واللي يحب يشرب يشرب البرد، محلاني تو فما دوبار لهنا وفما جامع غادي، ما عندناش مشكله في تونس، وبقدره ربي في تونس ما يصير كان خير، شوي سرتان ما يصير كان خير. وان شاء الله الموضوع هذا ما يتكررش في تونس، فهمت؟ ان شاء الله ما يكون كان الخير في تونس. الوفاق هو السبيل لحل هذه المجازر والعنف المتزايد والمشاهد المرعبة الحاصلة بمصر، ونداء لتجند كل من له قدرة على التدخل لفض ما يحصل. أكيد يجب يكون ثم وفاق، يجب يكون ثم حل، مهما يكون الحل كيك سواء الحل شنو هو بالضبط، المفيد لازم يتوقف العنف هذا ويتوقف المجازر اللي قاعده تصير، خاطر قاعدين نشوفوا في مشاهد بصراحه تمس برشا الامه المسلمه بصفه عامه، خاطر نشوفوا في ناس محروقه، نشوفوا في الناس كيف كيف معناها قاعده تموت بطريقه شنيعه جدا. ما قام به السيسي اليوم اكثر فظاعه بكثير ما قام به اريا شارون في غزه، وما قام به في عن لبنان في صبر شتيله اكثر فظاعة. غايظيني برشا معناتها الاولاد في مصر واللي صار لهم الكل والمجزره اللي صارت، وهذا شيء معناتها يؤسفنا برشا ويحزننا برشا معناتها كبلاد اسلاميه وعربيه ومصر اختنا، وان شاء الله تكون ان شاء الله ترجع الامن ويرجع الامان كما في مصر كما في تونس زاده ان شاء الله، وان شاء الله اللي جاي خير، ونتمنى لهم ان شاء الله ديما اللي جايهم خير احنا ولهم هما زاده ان شاء الله. ربيع عربي لطخ بالدماء، والإشكال أن هذه الدماء مصرية بحتة، فكيف يرضى المصريون فعل هذا بإخوانهم المصريين؟ فمهما اختلفت الرؤى وتناقضت الأفكار لا يوجد مبرر لهذه المجازر. خلص خايفين منكم، لأن مصر تقوم، تقوم الدولة الإسلامية، تقوم الدولة العربية،
تقوم الفريق الكل فيقوا. مصر راهي غالية، راهي عندكم ثروات، راهو عندكم شعب غالي، دمكم غالي في بعضكم، دمكم رخيص في بعضكم عليه. نموت ونموت وتعي يا مصر، نموت ونموت وتعي يا مصر. يسقط يسقط عقم العسكر،